وينضم إلينا الآن من واشنطن الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور سليمان أوزيرين. أهلا بك معنا دكتور أوزيرين. زيارة ليس لها يعني سابقة خلال 28 عاما، ما الذي دعا إليها الآن في رأيك؟ أعتقد أن هناك دوافع عديدة لهذه الزيارة، ليس منذ فترة طويلة وبعد ما يسمى بالربيع العربي كانت هناك اختلافات ما بين إيران وتركيا، أما الآن فيبدو أن هذه المجالات من الاختلاف أصبحت مجالات توافق بين تركيا وإيران، لأن لدى الدولتين نفس المخاوف في بعض المجالات ونفس المصالح. وكما وصفتم الاستفتاء في شمال العراق حيث تهيمن عليها الغالبية الكردية يقول إنه سيكون هناك استفتاء في 15 من سبتمبر. إذا حدث هذا الاستفتاء فهو مصدر قلق كبير لتركيا وإيران، لأن كلتا الدولتين تعتقدان أنه إذا أجري الاستفتاء فسيكون هناك نوع من النعم والموافقة عليه والاستقلال، وهذا سيمكن الأكراد في إيران وتركيا وسيكون نموذجا يحتذى بالنسبة إليهم في تركيا وإيران، لذلك هو مصدر قلق. لذلك كلا الدولتين مرات عديدة عبرتا عن عدم ارتياحهما من هذه الفكرة ورفضتا هذه الفكرة، والآن هم يبذلان جهودهما من أجل حيلولة دون حدود ذلك. هناك قضايا أخرى أيضا، مثلا مستقبل العراق ومستقبل سوريا، كل هذه القضايا في اعتقادي ستناقش خلال هذه الزيارة بالتفصيل. وهذه الزيارة تظهر أن إيران وتركيا تتخذان العلاقات بينهما إلى المستوى التالي. طيب سأطلب منك الاختصار قليلا في الإجابة دكتور أوزيرين لو سمحت. فيما يخص استفتاء العراق، الموقف التركي والإيراني مضاد لهذا الاستفتاء، استفتاء استقلال كردستان العراق. ماذا لديهما من أوراق كي يمنع هذا الاستفتاء أو الاستقلال لاحقا؟ أرى أنه بالنسبة لإيران وتركيا مفهوم الولايات المتحدة تجاه الاستفتاء إلى الآن، بالنسبة للولايات المتحدة ومسؤوليها هناك شعور بأن هذا هو ليس الوقت المناسب للاستفتاء، لأن هناك مشكلات كبيرة مثل داعش في العراق وسوريا وجهود كبرى على مستوى القيادة المركزية في العراق لهزم داعش في الموصل وباقي المناطق في العراق. ثانيا أعتقد أنه إذا نظرتم إلى الجغرافيا وموقع الجهات الكردية، البرزاني يريد أن يكون هناك استقلال اقتصادي وسياسي لشمال العراق، وليس من المنصف أن يكون قرار الأكراد الذين قد يقولون نعم للاستفتاء ولا يحدث ذلك في المستقبل. ستكون هناك العديد من الحواجز والعراقيل بالنسبة للأكراد في شمال العراق ليكون هناك حكم مستدام لدولة مستقلة. بالنسبة لإيران لديها خيارات أخرى وهي تلعب على خيارين، وهما الشيعة ضمن الأكراد والمعارضة في الأكراد، وهذه المجموعات عبرت عن نوع من عدم الارتياح فيما يخص الاستفتاء. طيب دكتور سليمان، بعكس موقف البلدين من استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق، موقفهما من سوريا تقريبا مختلف تماما، يعني على سبيل المثال مصير الأسد، أي من الطرفين يتراجع هنا ويقترب من موقف الآخر؟
هذا سؤال جيد. في سوريا بالرغم من أن إيران وتركيا لديهما أجندات مختلفة فإنهما في بعض النقاط يتفقان. بالنسبة لتركيا القضية الرئيسة ومصدر القلق الرئيس هو قوات سوريا الديمقراطية التي تقول إن لديها علاقات مع حزب العمال الكردستاني. بالنسبة لإيران مصدر القلق هو صمود نظام بشار الأسد. ليس هذا فقط، وإنما إيران حققت العديد من المكاسب والإنجازات في سوريا، وإيران تريد أن تستديم هذه الإنجازات، ولذلك فإنهما يحاولان اكتشاف كيف يمكن أن يعمل مع بعض في التعاطي مع الأولويات للعمل معا وتحقيق هذه الأولويات والنظر فيما إذا كان بإمكانهما مواصلة ذلك. وفي المقابل كل هذه القضايا، من يقترب أكثر من الآخر سيكون قائما على الأيام المقبلة. يجب أن نرى مستقبل التطور في العلاقات الثنائية في الأشهر والفترة المقبلة. في رأيي الأسد أو نظامه سيكون من بين الفائزين في نهاية المطاف، لأنه أو نظامه قد يحقق هذا الصمود ويبقى حيا ويحافظ على منصبه. طيب باختصار لو سمحت دكتور أوزيرين، البعض يرى في هذه الزيارة وتغيير السياسات التركية خضوعا من قبل أنقرة للضغوط الروسية، هل هذا صحيح في رأيك؟ I think both countries have their priorities. أعتقد أن كلتا الدولتين لديهما أولويات في المنطقة. كما قلت في البداية، هناك بعض مجالات الملحة التي يمكن العمل فيها بشكل فيه تناغم، من مصلحة تركيا أن تعمل مع إيران ومن مصلحة إيران أن تعمل مع تركيا. وهناك العديد من الديناميات التي موجودة وتتغير في هذه المنطقة. لذلك الجواب الأنسب لهذا السؤال يحتاج إلى وقت. أشكرك شكرا جزيلا الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور سليمان أوزيرين.